السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ هنعمل النهاردة مع بعض الجبنة المثلثات او المربعات او اللي احنا بنحبها، طعمها بجد تحفة جدا جدا. مش عايزة اقول لكم احلى من اللي بنشتريها من برة، بس بجد طعمها حلو جدا. كمية كبيرة جدا، شايفين الكمية دي كلها، وكمان المثلثات اللي انا عملتها كل الكمية دي بمقادير بسيطة جدا. احنا عملنا الوصفة الجميلة دي ازاي، والمقادير والمكونات عبارة عن ايه. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس الاول مرة اشوف قناتي يعمل اشتراك، واللي عجب الفيديو يا ريت يعمل لايك. يلا بينا نبدأ الفيديو. المكونات بتاعتي عشان نعمل الجبنة الحلوة بتاعتنا دي هنحتاج ايه؟ هنحتاج 2 كوباية من الحليب او 1/2 لتر من الحليب، يفضل يكون بلدي عشان يكون كامل الدسم، ومثلثين بس من الجبنه، وعندي 1/3 كوباية من النشا الذره، ومعلقه كبيره مليانه من الدقيق، 3 معالق مليانين من الزبده انا مسيحاها شويه في الميكرويف، وكمان معلقه صغيره او 1/2 معلقه صغيره من الملح حسب ما احنا حابين الملح يبقى قد ايه. دلوقتي بقى في شفشق الخلاط بتاعنا هنزل بكل المكونات، شايفين ده قشطه من اللبن، وهنزل بالزبده السايحه بتاعتي، وطبعا النشا والدقيق، وكمان الجبنه. الجبنه بتاعتنا المثلثات دي ممكن تكون مربعات او ممكن تكون كريمي او اي جبنه متوفره عندنا، وممكن نستغنى عنها، بس يا دوب بتدي طعم حلو كده. دلوقتي بقى هضرب كل المكونات دي في الخلاط كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه معايا. دلوقتي الخليط بتاعي بقى جاهز في حلة على النار، هرفعه مع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل ويتماسك معايا. دلوقتي انا حطيت خليط الجبنة على النار وايدي فيه من تحت، لازم المضرب بيوصل لقعر الحلة عشان ما يشطش معايا، وايدي فيه على طول لحد ما القوام يتقل وكمان يفور. وبكده شايفين الفقاقيع دي بعد ما بتبتدي تشتغل كده يبقى الجبنة بتاعتنا جاهزة، هطفي عليها النار. دلوقتي انا غلفت البايركس بالشكل ده كده بالبلاستيك راب عشان هعملها مربعات. احنا طبعا هوريكم دلوقتي لو عايزينها مثلثات هعملها ازاي. هفرد بس اوزع كده واساوي على قد ما اقدر، اخبط بس خبطتين كده صغيرين اسوي بيهم بالشكل ده كده. دلوقتي بقى انا جبت علبة الجبنة المثلثات وغلفتها هي كمان بالاسترتش بالشكل ده كده، هساوي، وطبعا لازم اغطي السطح بتاعها عشان ما ينشفش معايا كده. دلوقتي انا بعد ما غلفت المثلثات بالشكل ده كده هغلف المربعات هي كمان بس على السطح على طول كده، هنزل الاسترتش لحد تحت يلامس السطح عشان يطلع ناعم معايا. دلوقتي هنشيل بقى الجبنة بتاعتنا في التلاجة، ياريت لو مدة ليلة كاملة وهي متغطية بالشكل. وبكده الجبنة بعد ما طلعتها من التلاجة نقلبها بقى ونقطعها مع بعض، شايفين بقى القوام بتاعها قد ايه، ولسه كمان هنقطعها ووريكم القوام من جوه عامل ازاي. انا دهنة السكينة شوية من الزيت، هقطعها طبعا المكعبات اللي انا حباها او المربعات يعني بالشكل ده كده حسب الحجم اللي انا عايزاه. دلوقتي الجبنة بشكل المربعات بالشكل ده كده هسيبها على جنب، ونعمل المثلثات نشوفها هي كمان قوامها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي. هنفتحها مع بعض بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، شايفين بقى قد ايه قوامها حلو جدا. ودلوقتي كمان هنفتحها مع بعض ونشوف قوامها من جوه عامل ازاي. هنقطعها بالشكل ده كده، وكمان
السكينة انا دهناها زيت بالشكل ده، هعملها 8 زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. شايفين بقى الكمية اللي احنا عملناها؟ بجد عملت لنا كمية وفيرة جدا جدا، تنفع للسحور وتنفع للفطار للولاد في المدرسة يعني، وتنفع للحشوات وتنفع للسمبوسة يعني، بجد حلوة جدا وتحفة جدا جدا. فتحها بس كده بعيد عن بعضها. تعالوا بقى نشوف القوام من جوه، وكمان هنا السمك اعلى من اللي احنا بنشتريها، وشايفين بقى قد ايه هي طرية وحلوة جدا. شايفين بقى القوام من جوه عاملة ازاي؟ بجد حلوة جدا جدا جدا، وطعمها بجد تحفة يجنن. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، يا ريت اللي يجرب الوصفة وتعجبه يسيب لي رأيه في الكومنت، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.